إنوي معكم باش تتعلموا وتستمتعوا بقرايتكم مع إنوي تشالنج. اليوم كنتواجدوا في إقليم الحوز، بالضبط في جامعة أذكور. غادي نتلاقاو مع تلاميذ مركز مجموعة تولكين. رغم كل ما طرا في الأشهر الماضية، تلاميذ والطاقم التعليمي داروا كل ما في جهدهم باش السنة الدراسية تدوز في أحسن ظروف، والحمد لله قدروا أنهم يشاركوا معنا في برنامج إنوي تشالنج. أجيو نكتشفوا كل ما تعلموا. أنا شبعان حسابات، عندي النوم غير مشيرين، صعوبة نبوات، بعد المرات الأرقام كيولوا حروف في الحساب كيكبر وكيتخلط، ولكن هانية أمور مضبوطة ومجموعة الحساب ديما ناضية. كنحسبوا الطول والعرض، المساحة والمثلثات والدوارات. مع ماينكرافت اليوم أنا وياكم غادي نشبعوا قواعد وحسابات. باين عرفتوني شكون أنا؟ الرياضيات. قول لي قبيلة كنت شفتك كتبني في العالم ديالك في ماينكرافت إدوكيشن، شنو هي التجربة ديالك مع هاد اللعبة؟ وشنو هي التجربة ديالك مع البرنامج إنوي تشالنج؟ شفتي مع إنوي تشالنج ولعبات ماينكرافت التعليمية كانت تجربة فريدة ومميزة. في البداية كنت أعتقد أنها مجرد لعبة إلكترونية، ولكن سرعان ما اكتشفت أنها أكثر من ذلك بكثير. تعلمت من خلال هذه اللعبة طرق التصميم مما ساهم في تطوير مهاراتي. كيفاش ماينكرافت قدرت أنها تسهل عليك الدراسة ديالك؟ بالطبع، لأن نجد فيها مجموعة من الدروس الجائزة سواء في الرياضيات والعلوم وحتى المعلوميات. والجميل في هذه الدروس أنها دروس تفاعلية بحيث نرى كل شيء على حقيقته، وكذلك يمكننا في هذه اللعبة إعداد دروس فيما استفدناه فيها. أولا وقبل كل شيء بغي نحييكم على المجهودات اللي قمتوا بها اللي خلات أن القراية تقدر تكمل، واللي خلات عاوتاني الوليدات أنهم يقدروا يستافدوا ويتعلموا في ظروف أحسن. الحمد لله، هذا بالفضل ديال المجهود ديال وزارة التربية الوطنية وتدخل مجموعة من الشركاء اللي يسمحوا لنا باش ضمان يعني استمرار البيداغوجي والدراسه بالنسبه لهاد التلاميذ اللي تواجدوا في المناطق المتضرره بالزلزال. بان لك انه كاين شي تحسن في المستوى ديال التلاميذ ديالك؟ نعم، بسبب هذه الاستراتيجيه ديال التعلم النشيط اللي تعتمد عليها لعبه ماينكرافت، تمكننا من تبسيط مجموعه من المفاهيم ستيم، سيونس، تكنولوجي، انجينيوري، اغي، ماتيماتيك بطرق بسيطه وممتعه بالنسبه للتلاميذ ديالنا. ودابا يا سيادنا اجيو تشوفوا معايا كيفاش حتى نتوما تقدروا تعلموا ماده الرياضيات عبر ماينكرافت ادوكيشن. عندنا هنا اختيار كبير ديال الدروس بالنسبه لهذه الماده. غير هو حنايا غادي نختاروا واحد العالم اللي كيكون فيه بزاف ديال لي زاكتيفيتي، شحال ما تعلمتي بزاف شحال ما راه مزيان، واللي يكون فيه الكالكول مونطال، لي فراكسيون، لا جيومتري ايتترا. دابا حنايا كنلعبوا واحد الستوري جيم اللي باش اننا نزيدوا لقدام في القصه، اي خاصنا نحلوا بزاف ديال لي زينيغم اللي كل وحده كتكون عندها علاقه مع شي درس في الرياضيات، كيف ما قلت لكم قبيله لي فراكسيون، لا جيومتري ولا دي سوستراكسيون وزيد وزيد. وانا متاكد دابري مون اكسبيرونس بيرسونيل بلي اون فوا كتسالي هاد ستوري جيم غيتزادوا لك مهارات في ماده الرياضيات. كنتمنى ان هذا الموسم الرابع من برنامجكم انوي تشالنج يكون نال اعجابكم. شكرا بزاف لكاع المؤثرين ولكاع التلاميذ اللي ساهموا في نجاح هذه النسخه ديال انوي تشالنج.